ماشي؟ اه ماشي. يبقى امشي. استنى بس، ده كان بيسأل عليك، بيتقص عن، بيقول ان في واحد قال انه شافك هنا، بس انا قلت له كلام الناس كتير، عشان كده يا ابو العيلة مش هتعرف تخرج من هنا خالص اليومين دول. مش هخرج من هنا خالص ازاي يعني؟ هتني هني؟ على عليكي؟ يو، وده اسمه كلام برضو؟ هو علي وبس، ده انا هجيب لك مشاكل. كل يوم والتاني هتلاقي المأمور نطيت لك هني ومعاه العساكر، وما كانش المأمور هيبقى العمدي والغفر. ليه؟ انا ما ارضلكيش البهدله دي. انت مش وشك دي. امال انا وشي ايه؟ انت وشي كل حاجه حلوه، وش الطيبه والحنيه، وما تكسفنيش يعني، ماليش في الكلام الحلو، ما اعرفش اقوله. كل الكلام الحلو اللي انت بتقوله ده اللي بيلعب في القلب لعب، وتقولي ما بعرفش اقوله. يعني حس بيه، حس بيه قوي. صحيح يا ابو العيله بتحس بيه؟ تعرف يا ابو العيله، انت كان المفروض تكون حاجه تانية خالص، كان المفروض تبقى راجل بيه عندك ارض وطين وعزوه، وما كانش ليك خالص البهدله اللي انت بتتبهدلها دي. الله، هنعمل ايه؟ كل واحد بياخد نصيبه، العز له ناسه، والبهدله ليها ناسها. طب ما انت ممكن تختار. اختار ايه؟ اختار ازاي يعني؟ انت عايزه ايه يا ست راوي؟ عايزك انت. اني؟ لا ايه؟ لا ايه؟ دي ما يتقلهاش لا ايه؟ يا ابو العيلة خليك وياي، انا هخليك حاجة تانية خالص. تخليني حاجة تانية؟ يعني مثلا يعني من يوم وليلة كده بقدرة قادر هبقى راجل غني ومعايا بيوت وأراضي. أنا بقول مثلا يعني. أيوة يا أبو العيلة، أنا هخليك فوق، هخليك تنسى ليالي الفقر، لا ترجع تفتكرها ولا تفكر فيها تاني. بالإذن يا استراوي. الله، مالك يا ابو العيلة؟ بنت حنان، عايزك تروحي تقولي لفاطمه تجي لي عند الجميزه المحروقه، عارفاها يا بنت؟ ايوه. ولا اقول لك خليها تجي لي عند المصرف المردوم؟ اوام يا بنت. حاضر يا اخويا فرري. خدي يا بنت، خدي اختك حميها وفليها جوه. يلا يا محمد، يا محمد يا ابن ابو العيلة. يا حلاوه بيت العمدي، يا جمال بيت العمدي، يا مياصد بيت العمدي. ما تروحي يا بنتي يا سعاد انت ورسميه البيت العمدي تجيبوا لنا حبه مسخره كده وتيجوا. ليه يا اختي؟ هو انا زي غيري الا المسخره والحرمانيه؟ هي الواحده ليها ايه غير سمعه؟ طب اختشي يا بنتي انت وهي، فاطمه ما تعملش كده ابدا. اتلمي يا اختي انت وهي، اتلموا. فيه ايه؟ هو انا بقى عشان ساكتهالكوا هتفضلوا تدبقوني في الراحه وفي الجايه؟ جرايه يا اختي منك ليه؟ ما تلمي معزك يا اختي، لمي المعزه دي ولمي المعزه دي كمان بدل ما انا اللي المهمك. ده انتوا ليه يدور وراكوا؟ هيلاقوا وراكوا بلاوي انت قلتلي. جرايه يا اختي، حد داسلك على طرف؟ وهو ده مين يا حبيبتي اللي يقدر يدوسلي على طرف؟ ده نقطع خبره كده من الدنيا قبل ما حتى يفكر يعمله، ولا ايه يا حمدي؟ يا اختي، يا بختي من كان العمده. يا
روحي يا امك. انا يا اختي اقول لك ايه؟ وانت بتعملي ايه وانت ما حدش قال لك؟ انا سايبات وانت ما سايباني. ناشفه انت والعيال وامي ماشي. يلا يا اختي يلا. يلا يا ولي. في ايه؟ ضربه ابوس كده ليه؟ انا قلت زيارتك للاوليه هتفرد لك وشك. ابعد عني يا عثمان ومالكش صالح بيه. ده بينك شايله الهم بصحيح. ابعد عني السعاد يا عثمان. هو انت هتعرف مالي ولا الا اقلب لي حالي؟ فيه ايه يا وليه مالك؟ ايوه مش حاسس بالنار اللي جواي، مش حاسس بالسكاكين اللي بتقطع في كبدي. ده بينك بجد؟ لا سلامة كبدك يا روح قلبي ونور عيني. الكلام دي من قلبك؟ ايوه طبعا من قلبي حتما. اي كلام بقولهولك بيطلع من قلبي. لا الكلام دي من ورا قلبك. ايه يعني؟ لا كده نافع ولا كده نافع. يعني انت بتحبني بصحيح؟ فيه ايه يا هبله انت؟ هو احنا لينا غير بعض؟ طب امال انت ليه عايز تتجوز علي؟ شوفي بقى يا حفيظ، عشان نقفل الموال ده وما نرجعش ليه تاني، انت عارفه انت ايه بالنسبه لي؟ ده انت عشره عمر، ده انت النور اللي انا بشوف بيه، واني وانتي فاهمين بعض كويس قوي، وكل واحد فينا عارف هو عايز ايه من التاني والتاني عايز منه ايه. بصي انا عايزك بقى تفهمي الكلام اللي انا هقوله ده وتتمعنني فيه كويس. انا عمري في حياتي عملت حاجه من غير ما اخد مشورتك الاول؟ لا بتشور. وفي كل كبيره وصغيره مش كده؟ ايوه. شفتي بقى؟ يعني حتى الموضوع الحسيس ده اللي هو موضوع جوازي ده أنا وانتي قعدنا اللت ونعجم فيه ايام، ولو سألنا أيتها حد بره مش هيصدق ولا الكلام ده يدخل له عقل، مش كده؟ ايوه يا بنت. أنا وانتي فولة واتقسمت نصين، انت نص وأني نص، والفولة دي لا يمكن أبدا تبقى تلات انصاص. يا بنت أنا بعمل كل ده عشان مصلحتك انتي قبل مصلحتي. مش قادرة يا عثمان، مش قادرة يا راجل.